هبدأ. مساء الخير عليكم من كايرو شو في موهامبيك، مسرح كايرو شو في موهامبيك 6 أكتوبر. أنا النهاردة في عرض دعوة لعرض مسرحية علاء الدين بطولة فنان أحمد عز وإخراج طبعا المخرج الجميل مجدي الهواري. والحقيقة أنا متحيزة جدا لأعمال مجدي الهواري في الإخراج. هو شخص فنان وبيعرف يختار أعماله كويس جدا ويعرف يدعم الأعمال الجيدة. أحمد عز طبعا كلنا بنحبه كنجم سينما، لكن أول مرة هشوفه على المسرح، وإن شاء الله يعني كما قرأت بعض الريفيوهات عن المسرحية إنه أداؤه كان مميز جدا، إنه حتى بيقدم استعراض، يعني بيقدم رقص وغنى و بالهولوجرام كمان، حاجات طيران وحاجات زي كده، لأنه إخراج إنتاج ثري يعني لهذا العرض. علاء الدين طبعا قصة قديمة كلنا عارفينها ودرسناها في المدرسة وقرينا الإيكويفالنس بتاعتها في الأعمال العالمية والغربية. هو اللص الشريف، إزاي يكون لص شريف؟ يعني يسرق من الأغنياء ويدعم الفقراء، هي دي القصة اللي احنا عارفينها. زي أرسل لوبين يعني اللي عملها موريس لوبلان في مسرح، طبعا أنا كنت مدمنة قراءة أرسل لوبين اللي كان بيألفها، سلسلة طويلة جدا من أرسل لوبين ألفها موريس لوبلان فرنساوي. وبرده هو أرسل لوبين معروف إن هو لص طيب وشريف، يسرق ويحط، يعني مش بيسرق بتخفي، لا لا، بيحط الكارت بتاعه ان تمت السرقه بمعرفه ارسين لوبين، وبيروح يدي هذه الفلوس والاموال التي سرقها للفقراء. علاء الدين هو الايكويفلنت العربي بهذا المعنى، وهو اللصوصيه الشريف. انجاز هذا القول، اللصوصيه كيف تكون شريف؟ شخص شايف ان الكون غير عادل او المجتمع غير عادل، وهناك اثرياء شديد الثراء وهناك فقراء شديد الفقر، فكان ازاي يعمل الايكوبلن ده؟ فكان ياخد من الاثرياء ويعطي الفقراء. المسرحيه طبعا فيها ابهار مسرحي، الهولوجرام والمساعدات المسرحيه اللي انتم عارفينها. فانا طبعا من عشاق المسرح زي ما قلت قبل كده كتير واعلنت قبل كده كتير، ومسرح حضور مسرح بالنسبه لي ممتع جدا اكتر من حضور السينما مثلا او اي حاجه تانية. حتى في قراءه مسرح بالنسبه لي هي الامتع اكتر من قراءه الروايه وقت قراءه الشعر حتى. طبعا مش عارفين، طبعا ان شاء الله في كتاب من كتب هيتحول مسرحيه قريبا، ف يعني بحتشد. انا اول مره اجي مسرح من فتره طويله، من يمكن اخر مسرحيه رحناها كانت محمد هنيدي او مسرحيه محمد صبحي من فتره طويله من قبل وباء كورونا، ف تشوقا للمسرح بشكل كبير قوي. بتمنى ان شاء الله اكيد اشوف عرض جميل وهحكي لكم عنه كالعاده. شوفوا مسرح، لان المسرح هو ابو الفنون. هو ليه اتسمى المسرح ابو الفنون؟ العماره ام الفنون. انا قلتها كتير قبل كده في صالونات ومقالاتي، لكن احب اقولها لكم ان بريف. ليه بتتسمى العماره ام الفنون والمسرح ابو الفنون؟ لان العماره هي الفن الاول اللي علم الانسان على وجه الارض. اول حاجه فكر فيها الانسان اول ما لقى نفسه على الارض هو انه يعمل شلتر او مأوى يهرب منه، من قسوه الطبيعه ومن الضواري ومن الحيوانات المتوحشه الى اخره. فبدا يعمل مش بس ده السبب انها ام الفنون تاريخيا، اللي هي الفن الاول اللي عمله الانسان، ولكن ايضا لان في باحه العماره، وانا بتكلم كمهندسه معماريه زي ما انتم عارفين، في باحه العماره او الهندسه المعماريه تلتقي كل الفنون السته اللي اتكلمنا عنها. ففي العماره بتلاقي موسيقى، لازم تلاقي في العماره موسيقى، اللي هي الايقاع، الريذم، الكتله والفراغ وكذا وكذا، زي الايقاع الشعري في الحركه والسكون في الشعر، وزي في الموسيقى التيمبو او الايقاع، زي ايقاع قلبك كده، كل حاجه فيها ايقاع. كذلك
يعني مش عايز استفيض في الإمارة عشان لو بتكلم على مرة ومفضلش طبعا هي دراستي وحبي وشغفي يعني، ولكن خلينا نتكلم ليه المسرح اسمه أبو الفنون. أبو الفنون لأنه يجمع في باحته أيضا كل الفنون، يعني المسرح ما فيش مسرح بدون شعر، صح؟ شعر يعني إيقاع الكلمة يعني، ما فيش مسرح بدون ديكور، إذا ده عمار، ما فيش مسرح بدون إيقاع أو موسيقى، فإذا واخد الموسيقى كمان معاه، ما فيش مسرح بدون تشكيل، ما فيش مسرح بدون أداء، فالفنون كلها اللي إحنا قلناها الفنون البصرية والفنون السمعية اللي اتكلمت عنها تلتزمها إيقاع بصري يعني كتلة وفراغ، وإيقاع سمعي يعني نغمة وسكون، كل ده بيجتمع في المسرح، عشان كده اسمه أبو الفنون لأنه بيجمع كل تمات الموسيقى، قصدي كل تمات الفنون الستة اللي عرفها الجبل، عشان كده بيسموا السينما الفن السابع لأن هي فن جديد حديث، فما كانش يعرفوا القدامة، لكن القدامة قسموا الفنون ست فنون فقط زي ما اتكلمت عنها. طيب عاوزين نخش احنا في تاني شو دلوقتي في 6 أكتوبر صور مامي ولارا يلا ف كانوا شوفوا عارفين في منه في التجمع اللي احنا حضرنا برضه في مسرحيات قبل كده، وكانوا شو هنا في 6 اكتوبر مشوار غالي جدا، بس المسرح دائما المسرح الجميل يستحق. طبعا معايا مي جميله ومعايا عزيز، ف ان شاء الله يعني العرض لو جميل بقى لاسرتي كلها ان شاء الله تبقى تيجي، وهكتب لكم رايي بكل نشاط وكما تعودتم مني، وان شاء الله انتظروا مقالي عن مسرحيه علاء الدين والفنان احمد عز واخراج مجدي الهواء. شكرا لكم.